ابنتي هل تسمعون تسارع النبضاتي هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات حرم الملائكة لأن الغضب هذا صفة وصف الرب بها سبحانه وصف بها نفسه فينبغي للمسلمين أن يصفوا بها يعني أن يثبتوها لربهم كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم لكن كيف هي؟ هل هي دم يغلي؟ هل هي قلب يفور؟ كيف هي؟ الله أعلم كيف هي، الله أعلم، لا ندري كيف هي نثبتها ولكننا لا نكيفها على ما علمنا إمام دار الهجرة إمامنا مالك رحمه الله وقد سئل عن شيء وصف به ربنا سبحانه نفسه ويوصف به المخلوق أيضا لأن الإشكال بين العلماء بين المسلمين في هذه الصفات التي يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق لو أنها صفة لا يوصف بها إلا الخالق هذه صفات لا, لا, لا تثير إشكالات بين المسلمين لأنها تخص الله القيوم هو الأول هو الآخر هذه لا يختلف الناس فيها لأنه لا يوصف المخلوق بأنه الأول ولا يوصف المخلوق بأنه الآخر يعني على معنى العقائديين أنه ليس بمحدث ولا ينتهي ربنا لا نهاية له سبحانه لكنهم يختلفون في هذه الأوصاف التي يوصف المخلوق بها أيضا فجاء الرجل عند الإمام مالك يسأله عن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى والمخلوق يستوي أيضا قد استوى بشرون على العراقي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك هل المخلوق يستوي وهل رب سبحانه يستوي فهذا توهم كيف هذا فجعل يسأل جاء سأل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى هل سأله ما معنى استوى سأله عن كيفية الاستواء لم يسأله عن معنى الاستواء سأله عن كيفية الاستواء فأطرق مالك رحمه الله إطراقا طويلا وعلته الرحضاء تصبب جبينه عرقا لأن الناس لم تكن تسأل عن كيفية صفات ربنا سبحانه هذا أول مرة يسأل عن كيف صفة من صفات الله فقال له مالك القاعدة التي صار يحفظها صغار الناس قبل كبارهم الكيف الاستواء معلوم ما معنى معلوم يعني تعلمه العرب في كلامها تفهمه تعرف معناه معلوم الكيف أنت الذي تسأل عنه كيف مجهول كيف أجيبك عن كيفية صفتي من صفة الله وأنا أجهل كيفية الله ولا لا أنت تسأل عن وجه الإنسان الإنسان له وجه والفرس له وجه والكتاب له وجه هل عندما تقول وجه الكتاب تفهم منه أنه وجه له عينان وله أنف وله فم وفي الفم أنياب وأدراس وفيه لسان وفيه لثة تفهم هذا الشيء هذا وجه الكتاب تقول كيف هذا وجه الكتاب لا كل من يعرف كيف هو الكتاب يعرف كيف هو وجهه ولا لا ومن يجهل كيفية الكتاب سيجهل كيف هو الوجه تقول يد الإنسان ولا لا تقول يد الإبريق هل إذا قلت لإنسان أعطني هذا مد إلي هذا الإبريق من يده يتصور يقول لك أنا يقول أن هذا الإبريق ما هذه اليد ما أرى عندها خمسة أصابع ولا أرى عندها أظفار ولا عندها ها؟ فدائما الذي يفهم الذات الذي يعرف الذات يعرف الصفة المناسبة للذات لكن الذي يجهل الذات سيجهل الصفة
مالك يعرف كيف هو الله، وهل يعرف ذلك أحد؟ ولذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وإني لا أراك رجل سوء أخرجه عني. هذه القاعدة أورثناها إمامنا رحمة الله عليه. الغضب معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب. وهكذا تقول في كل هذه الصفات التي يتوهم من ظاهرها التشبيه. وهذا الذي قاله إمام من أئمة المالكية المتأخرين الشيخ محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي رحمه الله في نظمه الذي نظم به مختصر الشيخ خليل. تعرفون مختصر الشيخ خليل الفقه المالكي؟ قال في مقدمة كتابه التي عقدها للعقائد، يقول: وليس مثله على شيء ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى. وليس مثله شيء، ربنا سبحانه مثله شيء، وليس مثله على شيء ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى. إذا قلت ليس مثله، ليس مثله شيء، أو كما قال ربنا ليس كمثله شيء، لأن النظم فيه ليس مثله شيء. إذا قلت كما قال ربنا ليس كمثله شيء، هل يلزم من هذا أن ربنا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ لا، أنت لا تنفي صفاته، إنما تنفي مشابهة صفاته لصفات خلقه. وليس مثله شيء على ولا يلزم ذا نفي صفاته العلا، فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي يوصف، مر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل، من غير ما تحريف أو تمثيل له ولا تكييف أو تعطيل.